ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نحن خليل الحصاري. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سعد الغامدي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد
الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. عليه جابر. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عبد الله مفروض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ماهر المعيقلي.
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين علي الحذيفي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون المدير شيخ جنيد دار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأستاذ المحفظ الأعظم عمر سنبوبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. لكن منكم الحمد لله رب العالمين بعد ما نموك وبارك لا يجب نبقى فرسانكم نقول wol mu ñan ciolé bari bi sa nek rek imam bat ñi ngi na kawo ko le fi dunya pro bi a juwe ay kawol sifar men beta muhammad sané be ala dal da fasi tankandi adama de mol ñaa jawola da ala dal da fasi tankandi dabar jawolna da ala dal da fasi tankandi shaytanola anin shaytanola ma si bo sifa be da ala dal da fasi nalbe sabatindi kan na sondo mo nuran الحمد لله رب العالمين من كده كنت عن بعد كم نمك وخيرك سنة مكبتي كنت عن تلك الدار إن شاء الله وهي دي دوالي وقت بي كم ننجل بنا من السكيب وخمنا لب عمل دار بي أكبس بي نيو غيرينا نيو اندكو كم نكو مكي كليبا نيو كساكو sokane amna xali jigeeni tamit am nga leen bëgga jox geew bi tuuti ngir seen akhla bala timis bi inshallah ci ñaari minute way lañu jël benn minute képp ko xamne am nga leen bëgga joxe ñom tamit ñu doon tarité ñu jox dem seen boori yaay ngir yaay ñoo de gëna maye baay mom ñu leen ñu maye leen waaw way mu naam baay ñukay joxe ci kër gi nak bala ñuy ñew waaw yeen dem leen ñu jox leen bala cameraman yi dem ci jigeeni fa leen ku nekkal mu amal tamit dara bi table ba ngi ni basi togu inshallah ñu ngi jéggal ci télé bi ñaw ñam cheikh bay ñam talib be suñ ko amé radio bi fanté wuñ suñ murabbi bu mag bi Omar Dabo ku taxawé xalé bu baaxa baax la fanté wuñ leen ñom Bakari ñom Mohamed Tiassé office bi ñom Bintou Diadio ñom Fatima Tukere jangalé kat yi ñum fa jabar yi ñum fa balé kat yi fogg kat yi wallahi fanté wuñ kër inshallah mon pa sañam tiaman mon ñu ko mit ñu koy gërëm suñu magi ñu fi ñom passallah amo ñom Souleyman Tall Abdul Aziz bok na fa tuñ ci ci geen ni ñom adama tepp ku bi nek dal ñu lay gërëm te kandor inshallah kon ñu jox bala jankat yi ñew ñu jox ima cheikh talib ci ñaari kaddu lu may laye bir xalé doñ jangati inshallah
ci ñaari minute bala jox xali ñu joxe goor yi mom ñu ngi tok ah da nga bub yeb de بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما نيو دنج فيتي ويب دنا بما سانتي بروم بي سبحانه وتعالى غناو لولو ليغي جوني خالص امنا صلو تروب ñu continué sen joxé bi su ko defé ñu déglu ñom ñu déglu def sa yépp amna solo comme nama ko faral di waxé rek mbotaay bi mbotaay qur'an la mbotaay bi nga xamanténi ni tay ñu fi bëgg nañ bu baaxa baax jaaru sunna nak sun jaara la man dama fi faral di ñëw di liggéey ak wa jaaru sunna moy mudir bi cheikh Junaydi Tall mom danaka ligeyam yeb ci alquran la ak ñi nga xamanteni ñi nekk ak mom ci place bi fini sa ñu nekk nak daf may faral di o ay xol xalé yi sen jangay di tuddu di bay xel amna sax ci xalé yi ñi nga xamanteni ni jot nañu jël ijaza ci suma loxo ci programme darul riaya lool nak comme manam mom dala da ñu bokk lu jëw ñu ngi am tansiq bu nga xamanteni ni tansiq bu mata mat la sa ñu nekk rek dama ñu fi di xol xalé yi di ko wax ne yo sa xalé yi jambar leen ñu tay ki ñepp ñu nga xamanteni ñoo leen fi teew leen fi tay deglu leen xalé yi ñu jaaw di mala jaaw bu baax na jaaw bu set la ñu tay sa tajwid day baax lu tax moy lu ko waral moy oustaz yi fi nekk oustaz yu baax leen ay kilifa yu maga mag ay kilifa yu maga mag leen si wàllum qur'an ñoom ñoo fi nekk so soo fi ñëwee da ngay gis jàngo bu set jàngo bu baax ak tajwid bu wér comme ni ngeen ko gisee tey fii képp bu nga xamante ne ni ñëw na fi rek teew na fi toog na si mbootaay bi rek jër sax ñu lay waxal ne jàngo bi baax na wala baaxul yow sa bopp soo ko déggee di nga xam ne ni lu ñu wax ni qur'an bu leer nay la nasallallahu an yubarika fi juhudi di ñaan bo subhanahu wa ta'ala mu yob dara bi ci kanam gay sun yengu an na solo ci bir ne ma ko dara bu maga maga mag la ñu ñu ñaara gay ñu am tawfiq tawfiq bu xamal ñeene ken do xam fu mu yem inshallah wa jazakumullahu khairan waxtu ba yu jampa rek legi ñu jox ci xalé jigeen yi ngir ñom tay amuñ ci ñu janga waye am na abiyat duñ am inshallah yo xamne warate la ci ñaari ñetti minute inshallah moy di gëremat suñ oustaz Younous ya xamne mom mo ñu yar alaykum salam jangal ñu dañ am luñ am ni inshallah xofna domam mom moy ñew jangas ni tuti inshallah ñu tirale ko lolu waaw بسم الله الرحمن الرحيم قصيتك ربي فأمقلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل ورى والهديد رحيم بكل ورى والهديد أتيتك يا خالقي باقيا وجمل الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآيات قلتون وإن تعفو عني وذا لهم عيد وإن تعفو عني فذا لهم عيد سآتوك يا رب لما مضى
والمقبل لا والرضا والنعيم. فأترك يا رب ذنبي مضى وأقبل لا فأترك يا رب ذنبي مضى فأقبل لا والرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إلى أن تتقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. سأقبل يا خالقي من جديد فأقبل يا قلبي من جديد كما أنت مني إلهي تريد. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأنهلتني وتسترني رغم أني عنيد. بأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باديا ودم الأسى كل حين يزيد. فقد قلت في الآية لا تقلقون وإن تعف عني فذا يوم عيد. فإن تعف عني فذا يوم عيد. Dafa daw yaram lumay jang mu ngi joy wax ñu na dafa xoot dafa daw yaram ci kaw lolu ñu noppal ko rek suñu sago na mu jeex bu jang ko bëm jeex ci kaw lolu ñu am last programme bi ñu tej bi ci jégé ci na Mohamed Sané ki mo bëna jang am mom ay ñetti aya Cheikh Mohamed mën nañu ñëw ñu tangandor aya bay aya su paré ñu tejé fofu Fatima mom moy doomi suñu sëriñ xol bi mo fess ci kaw lolu di ñaan li na seen bes la ñoo suñu paré ñu tej programme bi timis bi djégé ci na amna xalé yi xariji yu fi nek ñom ki tamit daf ko ñaan pour ñu am jang bu gatt rek ñom ñaar comme niñ ko defoon ci media bi fani ci kaw lolu ñu tejé fa programme bi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما جوجن جيف لغي موم ني ديم سي امنا شيخ ابراهيم سو ولا شيخ بايو ño defal ñu ñaan ci gërem képp ku fi téw wa juri bayu ñen dal gir lañ bari waye lama amone ci ñaari minute man tan lo xamné bëggon na ko tejé baylo xel ñu ci buntu wéri ko ñu ci sha'ban wér la bo xamné wéri qur'an la di bari lu ñu jam qur'anul karim di bari lu ñoy orantu di jamu yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla nak wéri koor bu ñoy jëglu ci ni yalla lañ ko fekke ñu def ko woon nañ ko yaatal way wax du bañu jëm fa way fakna li lay ci namond rek di ñaanal daara bi ñu ko cheikh jawne waxe pere bi daara ba fa mo di xalé goor yi bugal nañ amal gaay place yi xamna ñomit bo ñoy jàngé fekka duñ jàngé ci juma ji ñu jox cheikh ibrahim sow mom wala cheikh badio ñu defal ñu ñaan inshallah ñu tay programme suñu magi so kunda fatte woon kene inshallah si kaw lolu inshallah ngeen baal ma nak ñene ma lay yaa ñom seen programme yi waye lu ndaw ndaw amna lu am lutax ma ko defé nonu ay gam lañ lay nekkal timis ñaar ñaar mi mo dess ko ma jep 1 minute kon sé ñu jox ko 2 minute mu def ko inshallah bi yo buñu wone modir mo mo ñu téré jàng amuna nelo gam yi rek la day ragal moy nga am ay kan ay film ba tek len ben place dafa metti dañ ko de moy du way nak gaay ñu ci tay qur'an la ay wa amna ñi ma tok mu ngi nak bari non ci ci qur'an kon inshallah ñu joko ci ñaari minute wajuri tamit ñi nañ ci lu bari cantering ci leena gis fi ay tiakeri añ bi tamit ñu jappalé bi xani xalé am añ bu baax wajuri faté wuñ sen taxaway bobu ñom abbas ñu nekk ci media bi ak africa na tv la suma faté wul ñom tam ñum fi inshallah kon ñu jox ko mu jékkali bi yon kenn di wax né oustaz mo ñu téré jàng inshallah ñaari minute الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى عمل للهداية اسمع كلام محقق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومحجة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنها الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته القرب الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى العادي ولا أتحول
جميع آيات الصفات ومنها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد رجتها إلى نقطتها وأكون حار كل ما يتعجل قل هل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأحقل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء يخفيهم والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأمروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد الناج وآخر مؤمن والنار أسلع الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنات سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يستاذنه هناك ويسأل. نعم حسبك جزاك الله خيرا ما شاء الله. لنجو إمام بمنيا يا خمني موي إن شاء الله. نعم شفير. نعم. يا مودس. أنا أريد من مودس بكتي بستا. جزاك الله خيرا. جزاك إمام نيا اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالم كل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاسم بقار من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا بالذات وعرج وامدو عليك مهما تلمنا سرادقا من الله في يمنا اللهم أحسنا بعينك التي لا تنام فاكرمنا بكنبك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يتاب اللهم نذر بك في نور اعدائي ونعوذ بك من سرورهم
اللهم أكفناهم بما شئت، اللهم أكفناهم بما شئت، اللهم أكفناهم بما شئت، اللهم إنك عالم بآلائنا وكفى بك وليا وكفى بك نزلا. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.